الدربي العاصمي بين المجمع البترولي وشباب الرقي عاد ليستأثر اهتمام عشاق كرة اليد الجزائرية بمناسبة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر. مواجهة بالنسبة للنفطيين وللشباب جاءت لتعويض خسارة لقب البطولة الذي ضاع منهما في الأمطار الأخيرة من عمر الموسم. المباراة والتي احتضنتها قاعة عين البنيان وفت بكل وعودها. شوط أول كان فيه التكافؤ صيد الموقف، دفاعات الطرفان كان لها الكلمة العليا، ومن ورائها تألق الحارسين المخضرمين سمير خربوش من جانب الرقي وعبد المالك سلحجي من جانب المجمع، أبقيا على حالة التعادل المثير لغاية نهاية المرحلة الأولى وبنتيجة 8 إصابات في كل شبكة. نشكر الفريق الرقي اللي كانت روح رياضية كثيرة في الميدان، اللي عطاو دو سبيكتاك في المباراة. الشوط تاعنا كانت الشوط الأول كانت صعب، الحمد لله عرفنا كيف نسيروا الشوط الثاني، والحمد لله حنا الهدف تاعنا هو الفوز النهائي. نعرفوا بلي ليكيب تاع بباقي ونداروا ان طوي بون باركور هذا العام، كلاسيو تروازيام وكاتريام في الشامبيونا، على بالنا بالقوة تاع الفريق ادفيرس. كانت عندنا مونك ديفيكاسيتي في بروميير ميطون، ابي في دوزيام ميطون قدرنا اون بيان رياجي الحمد لله، سمعنا لي كونسين تاع الكوتش وين قدرنا نطلعوا بالون وين قدرنا نابوزي ونوطر ريتم. المرحلة الثانية مر فيها اشبال رضا زقيلي الى السرعة القصوى والتي توجوها بالابتعاد بالفارق لإصابتين ثم 3-4 أهداف. ورغم كل المحاولات الحثيثة من قبل زملاء حد صدوق مصطفى، إلا أن خبرة سلحجي وتصدياته في أكثر من مناسبة كانت بمثابة السد المنيع، ولتكتب النهاية نفطية بامتياز. الإكسبيريونس أفي أن سيرتان مومون لا ديفيرونس، مي أوسي جو بونس كو الغارديان بوت مالك أن سيرتان مومون nous a bloqué, surtout en termes d'efficacité, on n'a pas été bon. On paye de nos erreurs, on n'a pas été efficace en attaque. Bon, en défense, plus ou moins, ça a bien fonctionné comme on le voulait. ليخرج رفقاء مسعود بركوس من الدربي العاصمي غانمين بتأشيرة التأهل إلى المشهد النهائي والذي سيجمعهم بأمل سكيكدا يوم 4 مايو المقبل على القاعة البيضاوية.